يا حلوين، بتمنى تكونوا بألف خير. اليوم الفيديو رح يكون شوي مختلف، بس هو من الفيديوهات اللي أنا ناوية إن شاء الله أصير أعملها، لأنه بنسأل أكثر من مرة. سألت إنه منال احكي لنا من وين بتجيبي قطع أواعيكي، زائد إني زمان كنت أعمل هذا الحكي على سناب شات لما كان عندي سناب شات. كنت أيش مشتريات أيام الله يرحمه جولي شيك، وموجود بس الله يرحمه عنا بطل يشتغل عنا. فكنت دائما بس اجي باكج اكون متحمسه افتحه معاكم، اجيب اشياء للبيت واشياء لإلي. بس اليوم انا مشترياتي من مودنيسا، قبل فتره كانوا عاملين سيل كبير، كان رهيب رهيب رهيب. اشتريت كتير شغلات صراحه للصيف، وفي اشي من هذا الشتاء، وجبت اشياء لوالدتي كمان. بصراحه كل اشي بهذا الباكج اللي راح افتحه معاكم هلا كان اكثر من رائع. فيش قطعه ما عجبتني، كله بالضبط زي ما اكسبكتيشنز، والاسعار اشي روعة ما بتصدقوا. خليني افرجيكم بدون اي تأخير شو الاشياء اللي اشتريتها، وفي اخر الفيديو كمان رح افرجيكم مشروع لصبية عنا، بجوز في منكم اوريدي زباينها، اسمه تركواز. من اروع الاشياء اللي ممكن، بظني لازم كل وحدة محجبة يكون عندها من عندهم قطع، لانها القطع يعني كتير تيلرد للمحجبات، من فساتين هيك بيضة او سودة بتلتبس تحت دشداشة او عباية، يعني زي كأنها بتبطن، او ما يعني مش خفيفة كتير بحيث انها كتير كتير بتخايل، لا اشي مرتب. او عندنا البطاين اللي هي زي تنورة النص، اللي ممكن تلبسوها تحت فستان ثلاث ارباع عشان تكملوا يصير مكسي. في اشي منها رح يكون كسر من تحت، اشي مزمزم، صراحة قطع جدا رائعة. على بلايز كمان للجاكيتات اللي بتخايل، او الجهة هاي اللي بتكون مفتوحة شوي فبنحب نخبيها. بالإضافة لأني أخذت منهم هذا الإشارة رح أشرح عنه كمان أكتر، صراحة مشروع جدا رائع بيستاهل. رح أحط لكم اللينك تبع الإنستغرام تبعهم، صدقا صدقا بيستاهلوا كل خير، واحكوا لهم إنكم إجيتوا من عندي. هم يعني ما وعدوني أبدا بأي خصم ولا أي شيء، أنا أخذتهم بالسعر كامل، وبالمناسبة ما عندي كود خصم كمان من مودانيسا. بس أنا الهدف من هذا الفيديو هو المشاركة، ومن باب الإفادة والاستفادة. فخلينا نشوف مع بعض شو اللي اشتريته من دنيسا وشو اللي اشتريته من تركواز. زي ما انتم شايفين هاي القطع كلها طلعتها من الباكيت، 8 قطع التوتل. خلينا نشوف مع بعض شو هي هاي القطع. أول قطعة بدي أفرجيكم إياها هي هذا الفستان. طبعا القبة على الأغلب إنه يعني مش عارفة رح أقيمها حاسة حالي زي العصر الحجري، مش عارفة مش العصر الحجري بس العصر بتعرفتوه هذا القديم اللي كانوا يلبسوا فيها القبات، مع انها راجعة موضة الواحد بحطها زيادة، بس انا بديش احكم على اللبس ببين. بس القماشة بتجنن، قماشة الفستان كتير حلوة، بتهيألي الواحد بكل سهولة بيقدر يلبسه بالربيع والصيف، اكيد مش شتوي، بس انه القماشة جدا جميلة. وانا كتير بحب هذا الكم اللي هو بيجي زم هيك عشان يكون على قد الايد، وبقدر الواحد بكل سهولة يلبس عليه حزام. اذا صح لي البسه واصور حالي بفرجيكم، تطلع الصورة بس بفرجيكم كمان صورة الموديل، وبطلع لكم قديش حقه ورقم الموديل اللي حابه. طبعا راح احطه كله تحت يعني تحت الفيديو بصندوق الوصف. طبعا انا مش تبعت هاي الاشياء، بس اكتر من حدا بعت لي، منال بعتي لنا من وين عم تشتري اواعيكي الحجاب، احنا بنحب ذوقك. طبعا انا كتير بشكرهم، اكيد اني انا مش اكتر شخص مزوق في الدنيا، لكن انا كمان شخص مش بس يعني بيهمني الشكل، بيهمني كمان السعر. صراحة هدول سعرهم خطير خطير كان. ف حاليا ما عندي كود خصم من مودانيسا، لكن اكيد في كتير كودات خصم موجودة على الانترنت، واكيد انه اذا صار عندي كود خصم بخبركم. I absolutely love this one، كتير انا لونه بجنن، لونه هيك كتير بارد، اخضر فاتح، انا بحب الاخضر بشكل عام، زيتي، هاي الالوان الفاتحة يعني كل درجات الاخضر خلينا نقول، بس الفاتح كتير حلو. كتير حبيته، حبيت انها زي السنارة، الشغل السنارة على منطقة الصدر، بالإضافة لهون تحت في كمان. ونفس الشيء الكم هذا المزموم اللي أنا بحبه قلت لكم، لأنه بضله يعني مستر الإيد، وطبعا طويل أكيد طويل، فبرضه ببقى أقيسه. وإذا كان أقصر مما أنا بدي رح أفرجيكم شو الحل اللي أنا بستخدمه
إن شاء الله. القطعة الثالثة هي بنطلون كحلي مبين بيربل بالكاميرا، بس هو كحلي كحلي، بس مع الضوء طالع. إذا بتنتبهوا شايفين تحت مبين كحلي أكثر، بس كل ما بقى أنا بقرب تحت بيجي الضوء ببين إنه هو لونه كأنه نهدي، بس هو أبدا، هو very dark navy blue. كتير حبيت وقتها الديزاين اللي على جانب هذا، وطبعا معاه حزام منه فيه نفس اللون، فكمان ممكن يكون قطعة بيسك لذيذة. بقدر أقول إنه خريفي ربيعي ممكن صيفي، بس أكيد مش شتوي، يعني قماشته مش كتير تقيلة. لا والله بيلتبس، يعني ممكن بكل سهولة يلتبس كمان بالشتاء، يعني حلو بيلتبس بكل المواسم. فقطعة بيسك اي هوب انها تطلع منيحة على اللبس. عندي مثل هذا الفستان زيتي، والزيتي بحب اني البسه يعني الخريف بالشتاء، يعني لون غامق زيتي زيتي. اكيد بجوز الا طلعت فيه او انه يعني في فيديو من الفيديوهات، بس من كتر ما حبيت الموديل ومن كتر ما حسيته لذيذ ومرتب، يعني قماشته كتير حلوة هذا الفستان. جبت منه هذا اللون البارد، وهذا اللون كتير حلو للصيف. طبعا انا اغلب الاشياء اللي جبتها نوعا ما جبتها للموسم اللي جاي ان شاء الله، عخير ان الله احيانا. فا again الكم المزموم، انا بحب هذا النظام الفلو طويل. انا عارفة هذا انه رح يطلع ممتاز لانه عندي زيه بالضبط وعاجبني جدا، فجبت لون تاني. سو فار الاوردر بياخذ العيل. طبعا انا حاطه الاغراض على السجاده مشان اعرف اصور لكم اياهم، الحمد لله اني شاط في الارض والسجاده مكنسه كله تمام. anyways انا بغسلهم الاواعي دائما قبل ما البسهم، بس شوفوا هالعبايه شو حلوه، عليها خط تطريز او سيكون كتير لذيذه. يعني ان شاء الله قربنا على رمضان، الواحد مرات بحب يلبس عبايات، وانا بالصيف كتير بحب فكره اني البس عبايه. انا من الناس اللي اذا لاحظتوا بحب دائما فساتين تنانير، يعني بنطلون مش عارفه كيف غلطت وجبت بنطلون، بس بالعاده هيك هذا موديلي. حتى لما قبل ما اتحجب كنت كتير احب فكره اني البس تنانير وفساتين، فما كتير تغلبت صراحه لما وقت تحجبت كان عندي اواعي اوريدي. الغلبه الوحيده اني تحجبت بالشتاء، والحمد لله الحمد لله بشهر 2 بصير لي سنه. الحمد لله الله يتمم علينا. فكتير حبيتها لهالعباية، I can't wait إني أجربها. قماش العباية بالمناسبة كتير كتير حلوة وهدلة، يعني هيك ضربتين بالمكواية البخار بتفرد، كتير كتير لذيذة القماشة تبعتها جدا، يعني مبينة كتير أفخم من سعرها الحقيقي. والقطعة مش عارفة رقم قديش، I lost track، أظني 1 2 3 4 5، هاي السادسة. هذا توب جبته لفستان لتنورة بيضة، ممكن بنطلون هو على الأغلب أبيض أو ممكن كحلي. كحلي بتحسه زي تبعون المدارس، رح يكون لونه حلو كتير باي ذا واي. جينز ممكن، فلذيذ كتير. حاليا ما عم بلبس جينز لأنه ما رح ألبس الجينز اللي كنت ألبسه قبل، لأنه كان كتير يعني بقى يعني نسبيا مكسم. أنا هذا أحد أسباب أني ما بلبس بلاطين، مش مسألة نصاحة ونحافة، بس بقدر ما هو أنا بالنسبة لي الحجاب هو أنه الواحد ما فيش التفاصيل المفروض أنها ما تبين، وكل واحد أكيد حر برأيه. أنا بالنسبة لي هيك بكون مرتاحة أكتر، حاسة أنه أنا حجابي نوعا ما ساتر، وكمان ما يكونش كتير مبهرج قد ما أقدر، ما تكونش الألوان مبهرجة، كل واحد له قناعاته. بس anyways كتير حبيته هذا التوب، شوفوا كمامه كمان حلوة مزمومة، جدا 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 جميل، اكسسوار لذيذ هيك سنسال بطلع روعة على اللبس، وهذا اكيد صيفي. توب تاني كتير حلو مبين احمر، بس هو ابدا مش احمر، هو جاي شو هذا اللون اسمه يا منال، عم بحاول هيك بين الاحمر والبرتقاني، بس مش كتير مشعشع مثل ما هو مبين على الكاميرا. كتير حبيته لذيذ كتير وإله زنار. كمان هذا التوب قماشته كتير كمان حلوة وصيفية، ولونه صيفي كتير برضه، بيطلع حلو كتير على الجينز أو على بنطلون أبيض. طبعا بضحك لأني قلت بحبش الألوان المبهرجة، بس صدقا ناسي، يعني أنا ناسي تماما. طبعا إلي فترة هدول يمكن شهر اللي طالبتهم، بس قد عليهم ضغط ناسي تماما إنه كنت طالبته، لازم أراجع الأوردر.
بس كتير لذيذ وحبيته، ممكن يكون لذيذ الواحد إذا رايح جمعة ستاتية إلى آخره، ظريفة يعني، قطعة حلوة. وكمان فستان، طبعا أنا بموت على الفساتين، هذا الفستان كتير 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 حلو. عن جد حتى الواحد لو كانت الدنيا شوي برد ممكن يلبس عليه جاكيت جينز، بيطلع روعة، طويل طبعا. ونفس السيستم، أنا كتير زي ما حكينا بحب الكمام المزمومة، في إله ربطة هيك من فوق عند القبة، هيها هيك زي يعني ربطة صغيرة، بسيط جدا، very simple، القماشة هي اللي يعني اللي different، ما فيش اشي غريب عجيب بالموديل، بس again هو اشي صيفي وبارد وبتحسوا حالكم مرتاحين وانتوا لابسينه. وانا بالنسبة لإلي this is what summer is all about، انا بالنسبة لإلي الصيف هو هذا احلى اشي فيه، يعني انا عشان هيك مش من عشاق الشتاء، لانه الواحد بيلبس 7000 شغلة بالصيف، تلبس قطعة واحدة مع الاشارب خلاص وشوز وانتهينا، بتكوني خفيفة، بتحسي حالك خفيفة. انا هذا الشعور كتير بحبه، مع انه الشتاء كتير انيق يعني الواحد لما بده يتأنق، بس صدقا اغلب مشاويري ما فيش فيها اناقه، انا بروح على السوبر ماركت يعني بكون بس يا دوب البس الجاكيت وامشي. ف زمان لما كنت اشتغل كان حلو كتير، لانه اكيد الواحد بده يترتب ويتأنق، بس هلا لا، كل شغلي في المطبخ فاكيد يعني ما في اناقه بالمره، يعني دوب الواحد يعني يحافظ على اواعيه وهو بيطبخ. anyways فهي هدول القطع اللي انا جبتهم. خليني افرجيكم بعض الاشياء اللي طلبتها من متجر اونلاين اسمه تركواز. هاي الاشياء القطع مهمه اظني لكل وحده محجبه، منها عندكم هاي البلوزه بتيجي زي نص والها كم كامل، ففعليا يعني اذا بدك تلبسيها مثلا تحت اشي يكون المنطقه اللي فوق والكمام مبينين، وبدكيش اشي طويل كتير خاصه بالصيف يعني اللي يضايقك ويشوبك، فهي بتيجي بس للنص مع مطاط، عشان حسب يعني هذا انا اخترته سايز اي ثينك سمول ميديوم. يعني جمال القطعة الخامة، شوفوا الكسر ما احلاه، جبت منها ابيض واسود. هلا عندهم زم يعني، يا اما بتختاري بلسي كسر يا اما زم، بس انا جبت هلا فستان رح افرجيكم اياه حلو كتير تحت عباية، متذكرين العباية اللي فرجتكم اياها اول الفيديو؟ مثلا تحتها اذا بدي البس اشي فرضا حسيتها بتخيل، انا لسه ما قستها، فبطلع كتير رائع لانه كم طويل وكامل، فرهيب تحت اي عباية. لقدام ممكن اجيب واحد اسود، بس هدول يعني جمال الماتيريال الفينيشينج مش معقول الاناقة. طبعا اسعارهم موجودة عندهم على الويب سايت اظني، هذه اذا انا مش غلطانة، خليني اشوف الورقة، بخلي السعر يطلع لكم على الشاشة لانه مخي ضرب خلص. وشايفين شايفين هاي الفستان، شايفين كيف من تحت زم، وزي ما قلنا التنورة نفسها بتيجي ممكن تاخدوها زم برضو من تحت حسب انتو شو بتحبوا. انا حبيت هيك الكسر، بحسه كتير فخم الكسر باي ذا واي. وهذا فستان كامل له قبة عالية نسبيا، مش عالية كتير بس يعني له قبة وكمان رهيب جدا، زي ما قلنا تحت عباية، تحت اشي فستان حسيتي انه بخايل من غير، ف this is fantastic. و last but not least جبت شال، هذا الشال جورجيت اظني، او اظن جورجيت، انا جورجيت بعشقه لسبب مهم جدا، انه ما بده كوي، يعني عندي اشارب كنت شاريته قبل ما اتحجب، عجبني كتير الوانه، يمكن شفتوه هو كحلي وعليه وردات، جبته عشان البسه كزي كسكارف. شو هلا مبسوطة عليه؟ بتغسلي وبتحطيه، ولا فقررت من يوم وطالع كل اشارباتي بدها تصير شو جورجيت، لانه ما بسحول، وتاني اشي ما بده كوي. وهذا الاشارب حلاوته انه القمطة تبعته منه فيه، يعني شايفين كيف الدرزي هون هادي وعلى طاقين، فهاي هي القمطة تبعته، وفي منه الوان ابيض، في منه بيج، انا اخترت هذا اللون لانه بدي اياه، يعني انا بحبه هذا اللون باي ذا واي، حلو طلع وجهي، بلس بدي اياه هيك يلبع على كل شيء، والابيض بحسه بكبرني، ف بدي اخذ هذا اللون، بجوز لقدام ارجع اخذ واحد بيج، هذا زي جاي زي ال يعني زهري هيك بارد.
مش زهري بس يعني مش عارف شو احكي لكم. هذول الالوان عرفتوهم هلا كثير نوترال، كل الناس تلبسهم بحبوهم. بس شايفين كيف الفرق؟ هلا هذه الجهه اللي هي بدل القمطه، وهون الشال نفسه. فبتشوفوا كيف انه الشال بخايل والقمطه هاي عطائين روعه. فزي ما شفتوا هاي الاشياء اللي جبتها من مدنيسه، صراحه يعني سعر لا يقاوم، ما وصلتش ال 40 دينار وجبت 8 قطع. بالنسبة لي it's all worth it. أنا من الناس اللي كتير بزهق بسرعة من الأواعي، فعشان هيك ما بحب أشتري أشياء غالية. كمان لو أشتري غالي من الأشياء رخيص رح أزهق، هيك طبيعتي. ففي ناس بتحب تشتري إشي غالي وضاين عندها سنين وسنين، زي ما حكيت قبل هيك مع الموضة وتغييرها باستمرار. وفي نفس الوقت هلا حتى نوعية القماش بطلت زي زمان، اشتريتي غالي اشتريتي رخيص بحسه كله بالآخر إلا يعني بعد فترة يعني خلاص من الغسيل وهيك بتبهدل. فلا بشتري رخيص وبشتري، يعني كنت زمان مرات اشتري يعني بحق الثمان قطع حتى أكثر منهم، يعني أجيب أدفع أكثر عشان أجيب قطعة واحدة. فلا يعني بالنسبة لي هيك شعور حلو، ما بشعرش بالذنب، حاسة حالي إني بقدر أغير وأبدل. والحلو في الموضوع انه حتى لو انتي خلص الصيف وزهقتي منهم ما بدك اياهم بالصيف الجاي، لو هديتيهم لحدا يعني ممكن يكون بحاجة اكتر، ما بتكوني هليتيهم ولا هلكتيهم، اكيد بيكونوا بحالة كويسة. وبترجعي بتعودي انتي بتجيبي اشي جديد، وفي غيرك برضه رح ينبسط ويستفيد، لانه فعليا احنا يعني كستات نوعا ما بنحافظ على اواعينا، بضلهم مرتبين اذا كانت الخياطة والنوعية كويسة. بصراحة هذا الباكج زي ما حكيت من مدرسة كان روعة. اما القطع اللي من جبتها من تركواز فهدول يعني اكيد هم يعني اشياء زي ما حكينا انفستمنت، بضلهم عندك تلبسيهم صيف شتاء تحت الاواعي. وعندهم اشياء كتير حلوه، شيكوا الاكونت تبعهم حطيت لكم اياه تحت في صندوق الوصف، روعه. يعني في عندهم اشياء بتلتبس تحت القمصان اذا عندك قميص قصير او بلوزه قصيره بدك تغطي منطقه الحوض، فعندهم قطع حلوه كتير. شيكوهم وبتمنى يكون الفيديو عجبكم. إذا عجبكم مثل هذا الفيديو أو هذه الأشياء اللي فيها لقطات، أنا بعرف إنكم بتحبوا اللقطات، فقولوا لي بصير أشارككم أكثر، لأنه جاييني باكجات كمان من دنيسة. I can't wait. So إن شاء الله قبل نهاية السنة وعدتكم بكمان توب 10، فإن شاء الله استنوني هاليومين بتوب 10، يعني فيديو راح يكون إن شاء الله لذيذ ومفيد. وبشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم. سلام.